من يقول انا حزب سياسي وما عندوش تمثيل هو ما يقدرش يكون حزب سياسي. هذه اولا ما نقصيوش نقولوا المرأة ما تقدرش تكون قوائم مناصفة إذا الحزب ماهوش قادر يجيب قوائم، إذن هو ما يدخلش لهذا المعترك. فقط احنا على واش نأكدوا سيدتي، المناصفة احنا نشاطر هذا لأن هذا مطلبنا، تكون مناصفة وتكون شفافية، فقط لأن المجتمع مجتمع رجولي والانتخابات وحنا ما نقيسوش على العاصمة والمدن الكبرى وين المرأة عندها مكانتها. حنا نتحدث عن الجزائر العميقة لأن الجزائر فيها 58 ولاية الآن بعد 48 تعديل الأخير زادوا 10 ولايات، إذن 58 ولاية يعني الصحراء العميقة يعني وين الدشور وين، إذن هنا راح يطغى العقل يعني هنا الذهنيات ما تتغيرش، راح يكون البلوكاج كوموندي احنا ان بلوكاج على مجموعه من الرجال. احنا نطالبوا اننا تكون القائمه مفتوحه مناصفه، لكن على من صاحب المشروع ان يعطي كوتا للمراه الفائزه. نشرح لك، نبقاو في الكوتا تاع 30% لكن في القائمة الناجحات النساء الناجحات يعني بالترتيب، إذا كان هنا قائمة المرأة حصلت على 7000 صوت تكون هي والقائمة الأخرى وندخلوا في الكوتا، يعني ما نقصيوش المرأة. وحتى أمام الدول اللي كنا نتباهى بمشاركة المرأة ووجودها هنا، لو لم تكون كوتا ولم تكون آليات أخرى راح نعودوا نرجعوا إلى النقطة صفر، وهنا الصورة على الجزائر تسقط.